السيد قيس سعيد، نعرف الكلمه ما تحبهاش، لكن لو سمحت في 99 ثانيه كيفاش تقدموا وعودكم الانتخابيه؟ واش الوعود الانتخابيه؟ لكن مقترحات، مقترحات يعني القضيه، المقترحات ممكن كما قلت الدوله تسترجع دورها الاجتماعي وتقدم بمبادرات تشريعيه في هذا الاتجاه. لازم 99 يوم، يعني لا اعرف لماذا اخترتم هذا الرقم بالذات. القضيه هي في الاراده في ان تكون رئيس جامعة لكل التونسيين، تسمو فوق الاعتبارات الظرفية، تسمو فوق الاعتبارات أو الانتماءات الحزبية، أن تجمع التونسيين، تونس، المجتمع التونسي من أكثر المجتمعات انسجاما. القضية هي قضية دولة وقضية شعب وقضية وطن. أما أن يروا أنهم في هذه المرحلة من التاريخ علينا أن نكون في مستوى الأمانة كلنا بنفس العزيمة وبنفس الإرادة وبنفس القوة وبنفس الثبات، وأما أن الدولة ستنهار، لأن الدولة ما هي في نهاية المطاف؟ ليست سلطة سياسية وأقليم ومجموعة بشرية، هي مجموعة المرافق العمومية التي يجب أن توفرها الدولة لكل المواطنين على قدم المساواة. سأسعى بكل قوة وبكل ثبات أن أحمل الأمانة كاملة، ولن أستثني أحدا مهما كان موقعه. أحمل الأمانة لأنها أمانة، التوكيل أو الانتخاب أمانة. سأعمل كما قلت ليس لوعود ولا برنامج، ولكن أعمل على تحقيق إرادة الشعب بكل ما أوتيت من قوة في إطار القانون وفي إطار احترام الدستور والاختصاصات المضبوطة لرئيس الجمهورية. نمر إلى السؤال الأخير الخاص بالمناظرة. أسماء